صباح الخير. ارتفع اليورو يوم الأربعاء 25 تموز 2018 قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جونكر. هذا الارتفاع جاء محدوداً بسبب توخي المستثمرين للخلاف التجاري بين القوتين الأمريكية والأوروبية، خصوصاً بعد أن أرسل ترامب على تويتر مطالباً كلا الجانبين بإسقاط كافة التعريفات الجمركية والحواجز والإعانات. يقول جونكر أنه ليس متفائلاً جداً لاجتماع اليوم، كما وحذر أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الفور إذا فشلت المحادثات اليوم. لذلك يعتمد نطاق التداول لليورو على أحداث الاجتماع، ومن المرجح أن يبقى بين نقطة الدعم 1.16 ونقطة القوة 1.1770. من جهة أخرى، امتد النفط في ارتفاعاته بالقرب من سعر 69 دولار للبرميل، حيث أظهرت البيانات للصناعة الأمريكية انخفاضاً في مخزونات النفط الخام ومخزونات الوقود. وزاد تفاؤل المستثمرين بعد أن كشفت الصين عن إجراءات اقتصادية تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المتباطئ هذا العام ودعم الطلب على السلع. لذلك ننتظر اليوم البيانات الرسمية للمخزون التجاري ونتوقع النطاق التالي للنفط 68 دولار و70 دولار للبرميل الواحد. شكراً.